قار كمذا الصحفيين تكها والقلا ورباهين تكلا دوان اي مقالة دا عيري قابو ايا كهد لي حريق لقولك عاي وريا احمد موسى علي سكار ومدة الضباط كدو وكوحدان مقالة دا برعو يا حارون تقوبل كتوكدير وحين الصحفيين تانيكو باغين ان وريا هاسيحدان حرية دي ساسيدق سالوغو سوعليو وحنا هذا اللدو دي كمذا ها ان شركة جرايدا مكونا كنساكا وحانو قباني ان انا نقوع عن بارينو حديك فوش حن لغلا كعي وري أحمد موسى علي سكاره إن أو هاد المدة تطلع هذا كحول المجال هذا برعه حن حكومة دوكو باقينا إن وري هاس حرية دي سيد بيجو سو علسه إن وري هن ما همر كيجو رسالة حلو خرق ولو دلي نبرها لو جستي إذا كما هادين عيد لوما قبان بس ما أنت أنا وحل يدي إن حكومة دو حرية إلا هاد أنا ما يسوع عدين كيس أيكو هايستان وعد عم بارين إنه حرجة عن لو ملتين مالك استلقولك عيس صحافدة كارهنا أحمد موسى علي أحمد سكارو أو كم إذا صحافين تكهل وكشجوب الكتقدر أهنا الصحف في ركع داع وحنو قعد سنة حكومة دين السيد يقول رخصيها بطن أي حريد يسوس عليسو صحف أحمد سكارو هلك واحد كسران بهوين تا صحفين تا جوب الكسناج أو سئ هذا وحن حرجة شرع الدرضة مركز استلقول رقم صحافدة كارهنا وري أحمد موسى علي سكارو أو مركي لباد كوحدان مغالا مدحدة قبل كاتوك دير وحان آد وحونا هاي حيركي يشروع دي ودتيه قدوميها محكمة الصلاة كومين دقمين حكومة دين تيري كالي هدي هاي تهاي مامولا دا قبل دا أما هاي دا كالسورك وحان كو عطان ناينسي لخصاء الله سود دايو وانتوا مانتي تضباد وكوحدان يهاي تيالك مغالا دا برعو wax maxkamada loo horgeeyay ma jirto waxaan maanta halkan isugu nimi anagoo ah wariyashi gobolka sanaag ahmed muusa ali oo sakaaro ku magac dheer oo in muddo ah oo toddobaad gaaraysay ku xidna magaalada burco een ila alaana lama shaacin sifada uu ku xidhan yahay wariyahaasi een sidoo kale waxa muuqata in sharciyiga saxaafada in la baal maray een dalkuna waxa weeye hadaan shuruucdiisa loo hoggaamsamin وحوي وحكا دعيا هالكاسي دي وحكا وين وحي اللي يسكو حكومي هدي يعني مسؤولين وهو قان سنان وحوي شرعيقا دي سيدابا عد كلو كياري وهو قان سمين كرتا وين اي مركة هوري يوغو اي وهو قان سمان وحن هالكن كدالي لنا وان لنا هاي وحن حكومة دا إني وحوي وريها حرية دي سيدك دقا وقسو عليسو وحن لنا هاي سيدك دقا اللوسو دا وريها حرية دي سنة sidax saa loo siiyo aan waxaan ugu baaqaynaa maxkamadda sare gudoomiyaha maxkamadda sare sharciyigii aan saxaafada iyo u yaal warbaahinta iyo u kala yaalay xukuumadda waxaan moodaa inuu la baal maray oo aanay halka ka suurtoobin waxyaabaha go'aanka maxkamaddu soo saartay iyo isla qaatan iyo urka soolja waxaan u leenahay waa in go'aankan la tixgeliyo lagu dhaqma hadii wariya وعد كيس كجلنا سيد المحكمة ده شاكتي كيس كمحكمة ده لقفرتها لكن وحن وارق نعمل كينا تعادت هاي لقونا تعادي وري ياشا وحن قلنا أنا سيد دك دجال له تي وري سكارو وسيد الله شاكي مدكود وتدبات كل حلا مجال برعو وحن قلنا هاي حال قاسوا مش رعد راه وكسر كذا دستور كا يو حركة عقابته وحن سود بيني نعد دمان انت كشقين يسا ان اللي سيد ايو وري سكارو هل كان وحقوب توكو بحث صحفة قبل كسناق een ujeedka iyo gundiga een hadalkaygu wuxuu daaran yahay muddo 7 cisha waxa een gudaha magaalada Burco ku xiran Ahmed Muusa Cali Sakaaro in insha Allah waxaan rajaynayna saxufiga la soo daayo ma aha markii ugu horeysay ee wariye Ahmed Muusa Cali Sakaaro magaalada Burco lagu xiro iyadoo tiroba dhawr jeer wariyahan iyo xadhig iyo tacadi kale loogu geystay isla magaaladaasi Cabdiraxmaan Ahmed Ilsarud magaalada Ceyr Gaabo